خير يا دكتور. انت هتكلم الاول ليله ولا ايه؟ احنا لسه بنقولها هادي. انا عامل زي اللي بيدور على ابره في قماش. وماله؟ اتعب شويه لحد ما تلاقي الابره. ما عنديش حل تاني. البنت دي هي الوحيده اللي هتثبت براءتي. صوتي خير؟ جاي ارض ليه؟ جاي عشان اتفق معاك يا مهدي. نتفق؟ نتفق على ايه؟ طب ما تفضيلي نفسك 5 دقايق خلينا نعرف نقول الكلمتين. اتكلم ما خافش. ايه؟ الباشمهندس ولد عمك واحنا ما نعرفوش ولا ايه؟ مالكش دعوه بالاستاذ وتكلم. الدار امام ما تخافش. ماشي يا مهدي اللي تشوفه. انا جاي لك عشان اقول لك ان البضاعه المره دي في يدي، والارض انا اللي مأمنها، والجسم القديمه دي ما بقتش تنفعني. من الاخر عايزين نعمل اتفاق جديد. نتفق على ايه؟ طول عمرك انت اللي بتطلع وانا اللي ببيع. ده عهد معروف من ايام ابويا وابوك. ابويا وابوك الله يرحمهم. بس العهد ده اتورث وانت بلسانك قلت امين عليه. صح، بس المره دي بقى بقول لك الكلام ده ما يلزمنيش، وكل واحد فينا ياخد بضاعته يصرفها بروحه. قلت ايه؟ قلت فكر تاني يا بساطي. فكر تاني. كانت العهد مش حاجه سهله، صدقني مش هتتحمل نتيجتها. طمنيني، مبسوطه في الاوضه ومرضيه وكله تمام؟ الحمد لله. سي فاروق، في واحده بتسال على الست داليا بره. واحده بتسال على الست داليا؟ اه. لا تدخل. حاضر. الله، صحيح امها اتصلت وزعلانه وبتقول لك يا تيجي ترضيها يا اما تبعت لها ورقتها. بقول لك ايه، سيبك منهم، ده عيله وشها فقر قوي وانا مش ناقص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا جايه للست داليا. الست داليا هي اللي قالت لك تيجي؟ اه، اصل النهارده ميعاد الريفيل بتاع الاكليريك وباديكير وحاجات ستات يعني وكده. والست داليا اخر مره كلمتك كان امتى؟ يجي من ساعة كده. لا والله،